كل الوقت. صحي من دلوقتي؟ أنا بحاجة أحكي معك فواز. ماشي خليها الصبح. معلش كرمالي فواز. شاف ولا لمع حد فينا؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ دلوقتي المهم حد فيكم سمع اي كلمه بتقولها له؟ لا صوتها كان واطي قوي. والنعمه شايفه ما في اوطى منها الواطيه. اه والله يا اختي يا موكوسه هتكون بتقول له ايه غير انها بتتنحنع يا هبله. بقول لك ايه يا اختي؟ هم اخواتك قالوا لك ايه بالظبط؟ قالوا لي ان هم فضحوا ابوها قدام الحاج وان كلامهم صادق وعندهم الدليل. بس كده بقى نقف عند الكلمه دي بقى. اكسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردت الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجة عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد في زبالة. لا يا اختي مش زبالة والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحدة فينا. يا عبيطة يا عبيطة، ما هي برضك مش سهلة، البت سوسة خدته كده على مشامه اول ما دخل راحت مصطدمه ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحدة فينا. يا عبيطة يلا يا خايبة، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع الله سهلة دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتصنف على الباب يلا اتفضل. لا يا اختي حض الله بيني وبين التصنيف، خلاص كفاية اللي حصل لك. ايوه يا خايبه بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني مين؟ انا زينب يا ستي. عايزه يا بنتي يا زينب حاجه مهمه دخليها. خش يا اختي انت لسه هتبقى نجي في ايه؟ انطقي. عايزه احكي لكم على اللي سمعته. ما تنطقي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا، في اشياء كتير لازم تعرفها حتى اكون رايحة الضمير اتجاهك. ايش يا زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شي اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبيتيني بجد ولا انت حكايتك بالظبط؟ بالأول كانت فرصة لإلي مثل حيا لبنت، حيا لبنت عندها أحلام كتير وحابة تحققها. فجأة طلع الإنسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. الحب بيعمل أشياء غريبة بالبني آدم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة. كلامك الليله دي غريبة قوي، مش قادر افهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. انت نفسك حاسك كأنك واحدة تانية، ايه اللي بيحصل؟ ما بعرف، انا نفسي ما بعرف شو بني فواز. انا مني انسانة بشعة تركت خطيبة كرمال الاغنى منه، حتى لو المصاري كتير مهمة عند حيا لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين ابوك انت ومش هينفع يكون في حياتي تاني. وانتي قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها انا وياك، كرمال كل لحظة حب عشتها أنا وياك فواز. آخر كلمة بقول لك إياها، طلقنا يا فواز. مصر 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 مصر
خانق معي ولا بهدلني ولا حتى جيب سيرتكم بشي عاطل. كل اللي عمله انه خيرني بينكم وبينه، وكانت النتيجة انه طلقني. نفس اليوم يا فواز؟ نفس اليوم؟ يبقى هو هيك قصد يدمرني ويبهدل عائلتي. اي يوم؟ شو بتقصد يا بابا؟ احكي يا سليم، انت من ساعة ما رجعت من برا وانت مانك عبادة، حتى من قبل ماي ما تيجي وتعرف مصيبتها. يا جماعة، البنك حجز على كل مصرياتي، وبيروت اعلنوا افلاسي. شو؟ فلست؟ فرصة العمر ضاعت، والسبب ابن هالكلب. فواز ما اذاك بشي، انت الكي بدك تبيعه للناس ببيروت. على فكرة فواز عارف كل شي، عارف اللعبة من أولها لآخرها، هو اللي قلع هالحكي. قلت لك إنه ما نسكن؟ قصدك مش عبيط يا ماما، نحن اللي تمعنا وهينا هلأ عم ندفع الثمن. حما تسلقك صلع، أمي ولا من قلقتي، أمي! أنا أصلاً ما بقى طايقة العيشة هون، أنا رايحة على بيروت، بركي برتاح منكن. يلا، وانت كمان هتسافري معها، والشقة هيدي راح بيعها عشان اعمل من مصرياتها مشروعي. بدك تبيع البيت اللي لا منه؟ شو بدك ياني عقبة للنسوان؟ انا لازم اشتغل مشان حل كل المصايب اللي فوق راسي. تعا معنا هوني، ما بدي اتركك لحالك. فاتية فهميني، فواز الصياد فلسني، بهدلني، طلق بنتي، فهمي، لازم اعدله هون وخلص كل مشاكلي معه، وبعدين شوف مين فينا حيضحك في النهايه.